فنانة كبيرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، موجودة معنا على التليفون مرة تانية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا أهلا بيك يا فندم. أنا كنت بقول أنه يمكن تاريخ حضرتك ما شاء الله ممتلئ، سواء إذا كان بالعمل السينمائي، بالتأكيد العمل المسرحي، ومجموعة من أروع وأعظم وأهم المسرحيات في تاريخ مصر الحقيقة والمسرح العربي، ومسلسلات تلفزيونية وأيضا مسلسلات إذاعية، وعرفت دائما أو حضرتك عرفتي دائما بسيدة المسرح العربي. ولكن يجي السؤال، لو لم يتم تسمية حضرتك وتلقيبك بهذا اللقب، تفضلي لقب آخر يكون إيه؟ لا، سميحة أيوب بس كده. واللي على فكرة اللي سماني هذه التسمية الرئيس حافظ الأسد، لما اداني وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وكنت أيوة. هناك، فعشان ساعة ما كان بيلبسني الوسام قال لي تقدمي يا سيدة المسرح العربي. الله الله. عشان يلبسني الوسام. فنزلت أنا من رئاسة الجمهورية، لقيت بتوع التكتات والتلفزيونات بيقولوا لي سيدة المسرح العربي، أتاريها اتذاعت في التلفزيون وخلاص وبقت. وبقى لقب مصاحب دايما لاسم حضرتك. الله يخليك. طيب، هو طبعا يعني لقب مستحق مما لا شك فيه. طيب استاذ سميحه، لو انا جيت سالت انه بتعتقدي افضل مسرحيات القديره الفنانه الكبيره سميحه ايوب، من وجهه نظرك افضل مسرحياتك ايه؟ ما اقدرش اقول افضل، لان هما كلهم افضل، لان انا كنت بنتقي، يعني مليون نيات بنتقي من المسرح العربي بنتقي. فكل مسرحيات ثقيله جدا، مسرحيات مثلا لبريخت، مسرحيات لشكسبير، مسرحيات لسعد وهبه، مسرحيات يوسف ادريس، مسرحيات للحكيم، يعني لعبت كل لارستوكان، لعبت لكل المفكرين والمؤلفين. وبعدين كلها اعمال ثقيله واعمال كبيره جدا، وكنت بستمتع، يعني ان انا بتعب علشان اعمل حاجه زي كده. يعني الدور الخفيف ما يعجبنيش، لازم يكون دور كبير زي كده، لما يكون في حصان وحشي انت بتركبه وتطوعه. ده كان الادوار بالنسبه لي، ان انا باخد الدور وادرسه واطوعه واخليك تحس ان هي دي الحقيقه، هي دي الشخصيه. فالحقيقه ما اقدرش افضل مسرحيه عن مسرحيه، لكن ممكن اقول لك المسرحيه دي كانت تقيله قوي زي فيدرا، ولها ذكريات، عملتها في باريس 15 يوم في مسرح الاوبرا، باي فرقه وافده بتروح ليله او ليلتين، لكن احنا قعدنا 15 يوم، وكان وقتها معرض برمسيس، فكان بيسموها فيدرا ارابيكا ومسرح رمسيس، فكانت يعني مصر ماليه باريس ايام، والصحف بتتكلم وكده. يعني في حاجات كتيره، مسرحيات كتيره حلوه ولها ذكريات حلوه، وما اقدرش انا انتقي واحده عن واحده، لان كلهم حلوين، زي ما بيقولوا كلهم اولادي كده. اي حد يسال حد يقول له اولادي، كلهم لهم تعبهم الحلو، لهم رونقهم الحلو، لهم لياليها الحلوه، لهم ذكرياتها الحلوه. فمش طيب. قادر اقول لك انين. هل ترضى سيدة المسرح العربي عن حال المسرح المصري حاليا؟ ومن الذي قال لك هذا يا سيد؟ ها؟ ما انا بسأل. طبعا لا، وليا تصريحات كتير جدا جدا جدا، لكن دلوقتي حاليا المسرح يا دوبك بياخد مساره الصحيح. في تجارب كتير لشباب، في تجارب لشباب تحترم كتير قوي، وشباب بيجرب نفسه في حاجات كتير. عايز اقول لهم ما تبخلوش بالجهد، يعني ما تسبقوش الحكايه. كل ما يكون فيها دراسه وجهد وكده هتستمر، وهتستمروا انتوا، ما تطلعوش زي الشعوب كده وبعدين تختفوا، لان ما عملتوش بصمه وما عملتوش علامه، ما تعبتوش، اتعبوا في الشغل وانتوا هتجنوا في الاخر النتيجه. طيب حضرتك تشوفي انه اصلاح المسرح المصري يبدا من فين؟ اصلاح المسرح المصري يبدا من ان الدوله تعترف بالثقافه. واخد بالك،
ثقافة وتصرف على الثقافة، لأن الثقافة دي هي اللي بتبني الإنسان. صح. أنت بتبني إنسان مش بتبني عمارة. عمارة عندنا الأسمنت الحمد لله كتير وعبدنا حاجات كتير جدا 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 جدا، عايزين نعبد الإنسان بقى. أنا عايز أشكر حضرتك جدا وأعيد على حضرتك مرة تانية عقبال 100 مليون سنة، تفضل معانا دائما مسرحيات وأعمال سينمائية وإذاعية ومسلسلات للفنانة الكبيرة سميحة أيوب، ونتمنى لها دائما طولة العمر وطولة الإنتاج لو صح التعبير، إنه دايما نشوفها موجودة قدامنا في أعمال عديدة.